250 مليون طن كمية النفايات المنزلية المنتجة سنوياً في إفريقيا، يتم تثمين 4% منها فقط، ما يشكل خسارة اقتصادية قيمتها 8 مليار دولار. الصالون الجزائري الافتراضي حول النفايات وفي طبعته الثانية يعد بمثابة فرصة لتعزيز الاستثمار بين مختلف الفاعلين في إفريقيا لتبادل الخبرات وتطوير الشراكة والاستثمار. احنا في الجزائر مرينا على مرحلة صعيبة في مجال تصدير النفايات واكتسبنا خبرة كبيرة، ومن حقنا كذلك، اسمح لي أقولها بكل تواضع، من حقنا كذلك أن نفتح جسور بين الفاعلين الجزائريين والفاعلين الإفريقيين. Le gouvernement de la République par le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'engage à encourager les opérateurs privés qui œuvrent déjà à travers le pays dans la valorisation des déchets plastiques en énergie alternative et autres produits transformés. فتح المجال للمؤسسات الجزائرية للتعرف على السوق الإفريقية والتعريف بخبرتها وقدراتها التقنية والمقاولاتية في المجال على المستوى الإفريقي فرصة لولوج هذا السوق وتصدير الخدمات الجزائرية. هذا هو الدور الأساسي لوزارة البيئة، هو مرافقة المتعاملين وخاصة الشباب منهم للاستثمار في هذا الميدان، وهذا خاصة من طرف الوكالة الوطنية للنفايات. عندنا تكنولوجيات اليوم نتحكم فيها كتكنولوجيا الترميد ولا تكنولوجيا التعقيم والفرم للنفايات الاستشفائية ولا نوع من تكنولوجيات في ميدان الرسكرة. ونقولوا بالشركة الجزائرية اليوم احنا كما شركة تاعنا اللي فيها أكثر من 160 عامل على قطر التراب الوطني قادرة على أنها تقتحم أسواق جديدة. هذا وعرف الصالون الافتراضي حول النفايات في طبعته الثانية والمتزامن مع اليوم العالمي للبيئة مشاركة أزيد من 170 عارض جزائري وأجنبي بالتعاون مع كونفدرالية المؤسسات الكونغولية بهدف تعزيز الاستثمار في مجال تثمين النفايات في إفريقيا.